ماذا نستخلص؟ باش نختم في مداخلة أخيرة سيد لمين. في ظل هذا التطور ندفعوا فيه قدموا شوي الأطراف الأخرى تتلم مع بعضها فرصة باش كما قلنا تمشي على مسافة نقدية مراجعات، لأن في النهاية مش المطلوب أنه كل واحد يشد بابوشته، المطلوب أن يستلتقي. طبعا يا حسين، ما هو للأسف أستاذ أنه أحيانا حتى في لعبة الكارتة معناها كي تلعب مغصات يغلبك، معناها ضروري أنك يجب يتعلم أدبية يعني اللعب. هؤلاء كنا نقول لهم السياسة هي بديل عن الحرب، تعمل الحرب الموت الكل، تعمل السياسة نبقى الكل. الحوار عمره ما يجيب لنا أصحاب، يقول لك احنا حوثيين بن عمر ما نحكوش معاه خطر ما يشبه الناس. هو اللي راهو الحوار يجي مع ما يشبه الناس، يجي مع اللي يشبهنا. الحوار يكون مع المختلف، مع الذي لا نتفاهم معه. جربنا راقد معناها نجوف في بعضنا ما نجمناش، نجنحوا فجنحوا الى السلم، فجنحوا الى الحوار. نعمل الحوار ما لم نستطع ان ننجزه بالتنافي، ما لم نستطع ان ننجزه بالحرب ننجزه بالحوار. وبريتو نحن ماش عدا، نحن خصوم، الخصوم يتحاورون ويعملوا عهد، يعملوا ميثاق، يعملوا يعني سميه اللي تحب. بما عليك كل الكلام هذا، لانه في تونس ما نجموش نعملوا حاجه اسمها تنافس ديمقراطي. الاعتبار التنافس الديمقراطي يدور بين ناس ممنين بالديمقراطيه سلفا ويقبلوا بكل نتائجها. تتذكر من فضلك ضاع امين الكالي ولا اكثر شويه منين المهبله بتاع ترامب هجموا على الكونغرس يعني. شنو صار استاذ محمد غدوه؟ عقلاء الحزب الجمهوري اللي هم معاه امس قالوا راهو مش شارب دواه ونتمسك بالمؤسسات احنا ما عندناش استاذي هذا، ما عندناش. نهار شافوا دبابه زحفت على البرلمان فرحوا الكل. معناها لو كان جا قاري التاريخ وفاهمين، وكما قلت لك عام 2013 اللي مشاو للاتحاد الاوروبي مشاو لليسار، يعني قالوا لا راهو اليسار ما يطيحش ما يعملش انقلابات، راهو يعمل انتخابات او يعمل ثوره او يعني ما يعملش معناها انقلاب. الور اخي اليوم نقول لكل هؤلاء نحن ما عندناش عركه شخصيه، وصار اللي صار وبرك الجمل ودفعنا اثمان باهظه. المطلوب اليوم شجاعه اخلاقيه لامرين، نواصل صراعنا، لا احد يطلب من احد نبوس خوك، واصل صراعك، لكن امن ان صراعنا يتم تحت سقف الديمقراطيه وليس على انقاض الديمقراطيه. يتم بحاجه اخرى ايضا، حجمك انتخابي صغير، تجي تقول لي حجم انتخابي صغير وانت كيف تعمل الغلبه باش تمشي للغنيمه؟ ونقول لك نعم، ان الديمقراطيه ليست فقط غلبه معناها حكم الاغلبيه، وانما الديمقراطيه هي ضمانات الاقليه، وهذه ايش معناها؟ نوع من القيم. انه ما نطيحوش في الديمقراطيه الاداتيه اللي يحكي عليها هابرماس، معناها انه اعطاني الشعب نعمل اللي نحب. لا بابا، ثم مواثيق من القيم اللي يحكم ما يتجاوزهاش. هنا حركه يعني النهضه كي تقول لك الشيء هذا لكل تو نجي معاكم نهزوا الكرتوش. حركه النهضه ممنه بكل هذا، ممنه بكل هذا، قالت لك اللي يتفاهموا عليه ننجزوا معاكم ونلتزم به. يهربوا هكا ولا هكا، عندنا مجتمع مدني وعندنا منظمات وكذا نصارعها تحت سقف الديمقراطيه، مش نجيبوا دبابه. الدبابه كلتكم الحمد لله. من مطلوب منكم اليوم ان تعودوا الى رشدكم، وستجدون الايادي ممدوده كلها الى بناء تونس. تونس كما قلنا راسك نحكي مع احد اصدقائي قال لي تونس ساهل في لحظه تعمل الموتور يخطف، يعني رغم اني تعبه وكل شيء لكن مقومات النهوض من جديد حاضره في تونس. نعم. يكفي شوي صدق، يكفي شوي صدق فقط معناها. وبالتالي اخي هؤلاء نقول لهم الايادي ممدوده للاستماع لكم جميعا، شريطه امر وحيد، كونوا صادقين في الجنوح الى الديمقراطيه ومواصله الصراع تحت سقفها وكل مشاكلنا ستحل. شكرا جزيلا سيد امير بوعزيزي الناشط والكاتب السياسي المؤسس في مواطنين ضد الانقلاب، شكرا على حسن المتابعه. مزيد النشر على اليوتيوب والفيسبوك، ونلتقي ان شاء الله في موعد غدوه بدايه من الساعه 8:30 مساء بتوقيت تونس. في امان الله.